ذكر تلفزيون النهار نقلا عن بيان للنيابة العامة أن النائب العام الجزائري أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين وخمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا، ومعظم الساسة العشرة الذين أوردت النيابة العامة أسماءهم شغلوا مناصب في الحكومة قبل استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل نيسان. ويطالب المحتجون كذلك باستقالة الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد جايد صالح قد أعلن عزمه فتح قضايا الفساد الكبرى تلبية لمطالب المحتجين. جهاز العدالة يتحرك بقوة هذه الأيام بخطوات عملاقة ملفتة للنظر للنيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أين تسلم النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي ب12 شخصية بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ووالي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ. تعطي ثقة للمواطنين بأنه ليس هناك رجل أكبر من الدولة وليس هناك رجل أكبر من القانون، وكل الناس أمام القانون لما يذنبوا، وبالتالي فهذه الفعل هو فعل إيجابي ويمكن أن يعطي صورة جديدة على العدالة في الجزائر. أروقة المجلس الدستوري خاوية على عروشها، لا مترشحين ولا ملفات الترشح ولا صناديق الاستمارات الممضية موجودة، مما سيجبر المجلس الدستوري لإعلان إلغاء الرئاسيات المبرمجة يوم 4 يوليو المقبل في انتظار إصدار فتوى دستورية بخصوص الوضع القانوني لكل من رئيس الدولة الذي تنتهي مهمته في 7 يوليو والحكومة معا. أن هذه الفترة الانتقالية يجب أن تتم تحت رئاسة شخصية وطنية توافقية أو هيئة، خلينا نقول وطنية تتشكل من مجموعة من الأشخاص توافقية، أي أن أعضاء هذه الهيئة سواء كان فردا أو مجموعة يتم اختيارهم من قبل الشخصيات الوطنية المستقلة. وبعزوف هؤلاء جميعا عن التقدم لأعلى منصب في البلاد، تكون الجزائر سجلت حالة نادرة في التاريخ بمحاولة تنظيم رئاسيات قاطعها الجميع بفعل الرفض الشعبي الكبير لها، ما جعل تنظيمها أمرا مستحيلا في الآجال الدستورية. مطالب الحراك الشعبي بدأت تتجسد بعد إحالة ملفات فساد ثقيلة إلى المحكمة العليا، وأيضا مع ظهور إشارات قوية من المجلس الدستوري بتأجيل انتخابات الرئاسية، انتخابات 4 يوليو تموز، إلى موعد آخر. صلاح الدين مقاش، العربي، الجزائر. وتنضم إلينا في الاستوديو بسمة لبوخ الكاتبة الصحفية الجزائرية. سيدة بسمة أهلا بك. هذا الإجراء بإحالة رئيسي حكومة ووزراء سابقين للمحكمة العليا، هل يهدئ الرأي العام الجزائري؟ هو مطلب من مطالب الرأي العام الجزائري ومطلب أساسي من مطالب الحراك الذي يستمر للجمعة 14 على التوالي في التظاهر والخروج، مطالبين باستكمال المطالب ذهب بوتفليقة. هناك محاسبة التي أشرت إليها الآن، ولكنهم يريدون انتقال أيضا إلى انتقال أو تجاوز المرحلة الانتقالية والإتيان برئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب بطريقة نزيهة. ما يتم الآن هو خطوة إيجابية جدا، وأكيد تلقى استحسان كبير من طرف الشارع، خصوصا ونحن نتحدث عن أسماء ثقيلة لطالما كانت رديفة للفساد للاستبداد وللاستئثار بالسلطة. نتحدث عن أحمد أويحيى الذي كان يقول أو يسمي نفسه بصاحب المهمات القذرة، وكان يقول للجزائري ما لازمش يأكل يوغورت وهو الزبادي، ولديه الكثير من العبارات التي كانت مستفزة خاصة خلال حراك الجزائر. نتذكر أنه وصف المتظاهرين، شبه سيناريو الجزائر وقال لهم كانت البداية بالورود أيضا في سوريا، وردوا عليه الجزائريين قائلين بأن الجزائر لن تكون سوريا ولن تكون سوريا. يعني التزام المتظاهرين بالسلمية المطلقة والتي شهد لها كل العالم، كذلك بقاء الجيش إلى حد الآن ضامن لهذه السلمية، سلمية التظاهر، ويريدونه أن يكون ضامنا أيضا للمسار الانتقالي دون أن يكون تدخل في السلطة. لذلك الجيش يصر على الدستور والذي من ضمنه وجود الباءات، لكن هذه
الإجراءات يرفضها الشارع بما أنها ترتبط بنظام بوتفليقة. وكذلك الحديث عن الانتخابات الآن أصبح البعض يصفه بأنه مرحلة تجاوزها الزمن. نتحدث عن مرشحين غير معروفين هم الذين قدموا ملفاتهم أو استماراتهم وننتظر 10 أيام حتى يتم دراسة هذه الملفات من قبل المجلس الدستوري. يعني طالما ذكرت موضوع تمسك الجيش بالدستور، ألا يمكن أن تكون أو يكون هذا الإجراء مقابل التخلي عن مطلب عدم الالتزام بالدستور من قبل الشارع؟ يعني المسألة أصبحت خاصة بوصولنا إلى اللحظة الحاسمة المتعلقة بال 25 ماي وآخر أجل لإيداع الملفات، أصبح الأمر يبدو وكأنه يعني إذا كان الجيش يدفع باتجاه انتخابات لا يوجد مرشحين. عادة عندما يكون هناك مرشح لنقل أو نفترض مرشح سلطة مرشح جيش، يتم تقديم شخصية وازنة ثقيلة لديها ربما نوع من القبول ويتم تلميعها حتى لنقل على المستوى الإعلامي. ذلك لم يحصل في الجزائر. بالعكس الكل كانت أنظاره متوجهة إلى الشارع، لا أحد يريد أن يترشح حتى لا يخسر مكانته ويخسر صورته عند هذا الشارع الذي لم ينطفئ ولم يهدأ. ما تعليق أخي على أيضا بعض الاتهامات لرئيس الأركان أحمد قايد صالح بأن هذه الإجراءات التي يتخذها محاولة منه لتطهير والتخلص من كل المنافسين السياسيين في الساحة الجزائرية؟ هذا الاتهام قد يأخذ 3 أبعاد. البعض يرى أنه ربما لتهدئة الشارع إلهاءهم بملف المحاسبة الذي هو يعتبر أولوية، لكن البعض يعتبر أنه ليس مرحلته الآن. لماذا لا يكون بعد انتخاب رئيس شرعي ويكون القضاء مستقل؟ هذا القضاء لا ننسى بأنه لفترة الفارطة في عهد بوتفليقة لم يكن في الاتجاه الصحيح، كان بيد السلطة. الآن حتى تتوفر الظروف الجيدة للمحاسبة يرون بأنه قد تكون مبكر، قد مخافة أن تكون انتقائية كما أشرت الآن أو انتقامية حتى في تطهير حول نعم حول ما المقصود بالتمييز القضائي؟ لماذا تم إحالتهم يعني حسب القانون الجزائري؟ هناك قانون مادة 573 تتحدث على أنه هؤلاء لديهم صفة يسمى بالقاعدة التمييز الامتياز القضائي، وهذه القاعدة الكثير حتى من الطبقة أو القانونيين والسياسيين يرفضونها، يعتبرون لماذا يميز هؤلاء عن بقية المواطنين كانوا وزراء وكانوا مسؤولين سابقين، لكن الآن مفترض أن يحاكموا ويحاسبوا كما يحاسب أي وزير أو أي مواطن جزائري على ما اقترفوه. خاصة نحن نتحدث عن تبديد أموال عامة، وهذا التبديد يعني كان بالمليارات. نتحدث عن فضائح سابقة، فضيحة القرن، نتحدث فضيحة طريق السيار خليفة، يعني الكثير من الفضائح، المخدرات، يعني جملة من الفضائح السابقة. والبعض الذي ربما لم يظهر بعد من الفساد والفضائح التي قد تبدو مع هذه التحقيقات أيضا، منح امتيازات غير قانونية. نشاهد أن هذه المحاسبة تتم على المحاسبة للفساد المالي وكذلك الفساد السياسي. هناك رجال أعمال الآن يقبعون في السجن، يسعد ربراب وعلي حداد هم رجال أعمال. ربراب هو من أثرى أثرياء إفريقيا وهو مقابع الآن في سجن الحراش. هناك الكثير من المؤشرات، من المبكر جدا أن نحكم عنها الآن أو نقول بأن هذا تطهير لجهة معينة مقابل السماح لجهة فاسدة أخرى لكي تستمر. ونرى تبعات هذه الإجراءات على المشهد السياسي. ربما الأيام القديمة ستكون بالتأكيد أكيد حافلة بالكثير من الأحداث. شكرا جزيلا لك بسمة لبوخة الكاتبة الصحفية الجزائرية. شكرا.